الشحنويلية جيجل تم وضع حيز الخدمة تزويد 1552 مسكن بالغاز الطبيعي، إذ استفادت عدة مشاتي بمنطقة الزويتنا بهذه الخدمة. احنا على مستوى ولاية جيجل في على 28 بلدية، عندنا 22 بلدية وصلها الغاز. احنا رانا نعملوا باش نعمل هذه تقيس كل البلديات وكل المواطنين، وما كان حتى مواطن راح نحرموه من نعمة الغاز. وفي نفس السياق تم تسليم مفاتيح 20 مسكن ترقوي مدعم، بالإضافة إلى إعانات في إطار السكن الريفي ببلدية العنصر. بعد معالجة طويلة الحمد لله وفقنا ربي، على كل حال استفدنا من السكن في إطار ترقوي مدعم. استفدت من السكن الريفي في إطار برنامج السكن الريفي الخاص بدائرة العنصر بلدية الجمعة بن حبيبي، والحمد لله. نشكر كثيرا القائمين على توفير العيش الكريم للمواطن وخاصة فيما يخص السكن، ونتمنى للجميع مزيدا من الجهود لمواصلة السير على هذا المنوال من أجل أن يعيش المواطن كريم. هذه المشاريع تدخل في إطار مجهودات الدولة الرامية إلى توفير حياة كريمة للمواطن والرفع من مستوى معيشة ساكنة المناطق الريفية.